في ظل برنامج إعادة الأمل إلى الشعب اليمني الشقيق، تتواصل قوافل الإغاثة البحرينية انطلاقا من المشاعر الأخوية تجاه الشعب اليمني الشقيق والحرص على تخفيف المعاناة الحياتية عن الشعب اليمني والمساهمة في توفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية الطبية والمعيشية. هذه المساعدات تأتي في إطار حرص مملكة البحرين الدائم على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة إلى الأشقاء في المجالات التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتجسيدا للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين. مشروع العطاء والخير من البحرين للشعب اليمني مستمر منذ سنوات طويلة، كما هو الحال بمشروع الوجبات الساخنة المتواصل منذ سنتين في تعز للمتضررين من الحرب، ومشاريع وبرامج الإغاثة التي تقدمها المؤسسات الخيرية البحرينية يستفيد منها 45,000 متضرر شهرياً. هذا المشروع يستفيد منه ما يزيد عن 45,000 نسمة في الشهر، أي 1,500 يومياً يستفيد من الوجبات الساخنة، نستهدف به المحتاجين والمتضررين من الحرب والحصار على هذه المدينة. هذا الدعم ليس الوحيد الذي تقوم به مملكة البحرين حكومة وملكا وشعبا، بل هو امتداد مبارك لعطاء مستمر تقوم به المملكة منذ سنوات. فقد قامت لجنة الأعمال الخيرية بدعم المشروع الطبي وإيواء النازحين ودعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية ورعاية أسر الشهداء. هو امتداد مبارك لعطاء كبير تقوم به مملكة البحرين، الشكر لهم جميعا ملكا وحكومة وشعبا. العطاء الكبير والعون الممتد تنوع خلال هذه الحرب لمساندة الشعب اليمني، وشمل المجال الطبي والمستشفيات ورعاية أسر الشهداء وغيرها من المجالات دعما وتخفيفا للمعاناة. ويأتي هذا العطاء استكمالا للدعم الاقتصادي والمالي من مملكة البحرين للحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية، مرورا بمؤتمر المانحين، وسط إشادة شعبية ورسمية بهذه الجهود الخيرة التي تبذلها البحرين مملكة وحكومة وشعبا. جزيل الشكر دولة البحرين الشقيقة على ما قدموه من وجبات ساخنة، نحن المتضررين من أبناء تعز. نحيي ونشكر هذا الجهد العظيم والجبار والدعم الكريم من إخواننا في مملكة البحرين، كما نحيي البحرين ملكا وحكومة وشعبا على هذا الدعم الكريم والطيب لإخوانهم المنكوبين والمتضررين والمحاصرين في مدينة تعز. امتنان كبير من الشعب اليمني للبحرين التي وقفت بجانب دول الخليج العربي ودول التحالف العربي، بل وقدمت التضحيات في الأرواح من أجل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وإنقاذ الشعب من القمع والعنف والتسلط وإنهاء الانقلاب الذي بات على الهاوية. جهود البحرين في دعم الشعب اليمني المستمر منذ سنوات طويلة ترفع من العلاقة الأخوية والعروبة الواحدة. بلال الصبري لتلفزيون البحرين تعز.